احنا كنا بس فقط فضلنا ان احنا نعمل ستر، صح؟ قلنا ان احنا بنروح على الماي اب بتاعي، بس بنفتح الشيل بتاعتنا وبنسطب من خلال البي اي بي اللي هي البايثون انستول باكجز، وهقول له انستول وسبيس ونقطه، يعني نزل يعني سطب اللي موجود في الفايل بتاع السطر، نزل لي كل اللي موجود في الفايل بتاع السطر، دوس انتر، بدا يعمل بروسيسنج وداني المسار وقال لي انستول كولكتيف باكجز اللي هي باكج 1 ومش عارف ايه فاوند ايه وانستول ايه والسيت اب ايه والكلام من ده، وقال لي سكسسفلي انستول باكج مش عارف اهم حاجه عندك ايه، سكسسفلي انستول باكج مش عارف. هنا بيقول لي ورننج ان انا بستخدم بي اي بي فيرجن قديم ومحتاج ان انا احدث، طبعا ده انا بس على الجهاز عندنا لان انا منزل اكتر من فيرجن، يعني ممكن اصلا انا منزل اللي هو البي اي بي 3 بس انا مجهز، يعني بفرق ما بين الفيرجنز يعني، بس يعني انت برضه لو مش عارف عايز تاكد برضه هتعمل بي اي بي انستول داش داش ابجريد الامر ده، يعني هتعمل كده يعني هتعمل بي اي بي مثلا او بي اي بي 3 على حسب ما انت منزل فيرجن ايه، تقول انستول وسبيس وداش داش ابجريد عشان يحدث لك بس الايه البي اي بي اللي موجوده عندك، تمام؟ طب دكتور الان يعني نزل الباكج صارت من ضمن البايثون بالظبط، هي دلوقتي بقت خلاص من ضمن اللي هي من ضمن البايثون يعني، والموضوع بقى خلاص انتهى طبقا للايه الامر اللي احنا عملناه اللي هو مجرد ان احنا جبنا بس ايه بي اي بي سبيس انستول سبيس والدوت واحنا جوه الفولدر، فخلاص اخد وعمل انستول وقال لي سكسسفلي انستول الباكج اللي اسمها وعمل لها باكج 1 داش 0.1 ده الفيرجن، فاهمني؟ ده الفيرجن والامر ده اللي هو بي اي بي انستول داش داش ابجريد سبيس بي اي بي ده بيحدث لك الايه؟ البي اي بي بتاعتك لو كان طبعا عشان لو علقتها. طيب الباكج 1 نزلت؟ اه نزلت. يعني لو احنا رحنا المكان اللي احنا منزلين فيه البايثون مثلا، ايوه جوه ال اي بي كنت تنزل هنا، لا هي مش تنزل هنا، هتنزل فين؟ سيكريت ممكن، لا في فولدر اسمه سايت باكجز، سايت يعني الجهاز ذات نفسه، فاهمني؟ الجهاز ده ذات المكنه دي جوا بقى، دي الحاجات اللي انا سطبتها خاصه بيا انا، فاهمني؟ يعني دي الحاجات اللي سطبتها انا، مثلا نازل جانجو، مثلا جانجو بتاع الويب ده انا منزله خاص بيا، فمنزل ماي سيكوال ماي سيكوال كونكتور وماي سيكوال كلاينت وماي سيكوال دي بي، منزل وماي سيكوال اكس، يعني كل منزل مثلا حاجات خاصه بيا، من ضمنهم مين بقى خد بالك؟ ادي ايه؟ باكج 1 بتاعتنا اهي، وادي الموديولز اللي فيها موجوده وكله تمام، معناها ان بقت من ضمن الحاجات اللي بتنزل، وادي باي ماي سيكوال مثلا، وادي فيرجوال انفايرمنتس، حاجات معروفه يعني، بس دي حاجات معروفه بس المهم ان الباكج بتاعتك بقت من ضمن الحاجات. ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ لو احنا رحنا عملنا سيف اس كده وعملنا اكزامبل من الاكزامبلز بره خالص، ماليش دعوه بالبروجكت بقى، ده اكزامبل من ضمن الاكزامبلز بتاعتنا الايه؟ المعتاده، خلناه 125 ماشي؟ وقمت عامل امبورت للباكج بتاعتك، هل هتشتغل؟ انا كده مش جوه فولدر المشروع وجوه، لا لا انا بره، فاهمني؟ انا كده ايه؟ بره، ودوست في خمسه قال لي في مشكلة، إيه يا عمي؟ قال لي الموديول اللي اسمه باكج 1 أنا مش إيه؟ مش شايف، طيب أكيد إحنا عملنا غلطة أو شيء، طيب أنا لو ممكن يكون ما شافهاش محتاج إن أنا أقفل وأفتح مثلا، لأن ممكن تكون ما حسيتش بالباكج،
الجديد. صعب بتحصل معايا كده بس يعني ايه. لسه زي ما هو مش شايف. طيب انا قايل له فروم باكج 1، قال لي النوم مديول اسمها باكج 1 دي خالص. انا مش شايف ان المديول بتاعتك اسمها باكج 1 دي اصلا من الاساس. طيب معناها ان احنا طيب المشكله عندنا ممكن تغير اسمها دكتور، اللي يعني لما صارت سمول باكيج مثلا يعني في ال طبعا انا بس كده اجرب، مثلا لو جيت عملت امبورت على طول في باكج 1 كلها على بعضها، مش هحدد يعني الموضوع بقى. ابدا اشتغل بال طب مش كده اصلا هشوفه ولا لا؟ مش شايفها. طيب انا قفلت اهو وهفتح من تاني. هتأكد ان الباس فعلا متشاف. مش عارف انا لو عملت امبورت لسيس قلت له عايز اعمل برنت سيس دوت باس، اشوف بس المسارات السيستم شايفها ايه. ايوه تمام. جوه بروجرام فايلز جوه مايكروسوفت فيجوال ستوديو. يبقى انا عشان كنت منزل يعني بايثون من جوه فيجوال ستوديو منزله مع السبارك ومنزل فيرجن 3 وفيرجن 2 يعني انا عندي الجهاز شويه معلش منزل حاجات كتير، بس ده مش مفترض انه يحصل عندك. على العموم وفي تاني جوه فيجوال ستوديو برضه، فيجوال ستوديو هو اللي واخد كل المسارات الاساسيه اللي متشافه، واهم حاجه طبعا السايد باكجز. السايد باكجز كلها جوه السي بروجرام فايلز فيجوال ستوديو شيرد بايثون لب في سايد باكجز. طيب احنا يعني عشان بس الوقت، احنا مفترض ان ده المسار الاساسي. احنا طبعا الانفايرمنت هي اللي يعني ما ركزناش احنا، وهي اللي خدعتنا في ان احنا رحنا دورنا على المسار ده على طول اللي كان متحدد، لكن هو انا عندي اكتر من مسار ولذلك حصلت الايه المشكله دي زي ما انا كنت تخيلت يعني. فلو رجعت كده ايوه ده الاصل اللي احنا كنا حاطين فيه وسطبنا فيه. يعني لو دخلت كده على ال اي بي ودخلنا على سايت باكجز، فين باكج 1؟ ادي باكج 1 هتلاقيها يعني بالفايلز بتاعتها. لو اخدتها كده كابي ورجعت لل السايد باكجز اللي هي بتاعت الفيجوال ستوديو وحطيتهم، لان انا عندي طبعا المفروض ما يحصلش معاك بس عشان انا عندي اكتر من مكان يعني، فانا حطيتها هنا فكان المفروض كانت تتشاف. يعني لو جيت عملت بقى امبورت باكج 1 المره دي شافها. المره دي ايه شافها؟ لو جيت عملت برنت باكج 1.fun1 مثلا فانكشن من ضمن الفانكشن الموجوده، قال لي فان 1 مش موجوده توتال. يعني احنا ممكن نكون انا مش متذكر، يعني هو اصلا الاي ان اي كان سامح لنا بايه، انا بس محتاج ان انا اشوف الفايل كان سامح لنا او احنا كنا حاطين فيه، لان احنا غيرناه برضه احنا فاهمين ان انا كان سامح بكله. يبقى لازم اسم الموديول، لان احنا كنا كاتبين هنا طبعا قبل كده وغيرنا ان هنا يبقى امبورت حاجات محدده. هنا انا سايبه فاضي فمعناه لازم اقول الموديول بتاعي ايه يعني بحيث ان هو يشوفه يعني. يعني باكج 1 دي ممكن اقول فروم باكج 1 امبورت موديول 1 وبعدين قلت له برنت على بقى هنا بقى الموديول 1.fun1
اظن ايه موديول 1 فان 1 راننج، دي معناها ان خلاص بقى جنرال ما حصل لها يعني السيت اب، حصل لها سيت اب جنرال وبيتشاف في كل الايه في كل الاماكن وما عندوش ايه ما عندوش اي مشكله كده خلاص هي السيت اب. بس الغلطه اللي كان عندي اعرفوا سيستم باث ان انا كان عندي مسطب اكتر من مكان وبناء عليه ما شافش ولخبطه كده سيبكم من هنا. انت لو مسطب مره واحده مش هيحصل معاكم مشكله دي، وعرفتك ان هي مجرد الفايلز موجوده هي دي السيت اب ودي كده ايه الباكج بتاعتك بقت عامه في اي سيستم في اي بروجكت اي فايل. يعني لو فتحنا دلوقتي فايل اللي هو 125 اللي كان عامل معانا مشكله قلت له امبورت باكج 1 وبس هنا هقول له طبعا ايه موديول 1 وفان 1 وجينا عملنا ران. اه باكج 1 خدوا بالكم برضو الباقي يعني الاسم سمول، الاسم ايه بقى معمول سمول مش كابيتال تمام. from sorry نقول from الباكج الفلانيه امبورت الموديول. تعال نجرب موديول مثلا 2 خلاص ونقول له هنا ايه هات من موديول 2 فان 1 او فان 7. قال لي خلاص موديول 2 فان 1 راننج، معناه ان هو شايفها. والطريقه دي طبعا احنا قدرنا نخلي اي ام ده طبعا الفايل ده اللي احنا بنكاتبينه ده راح فين ويرو مش عارف راح فين بس يعني هو اصلا فايل خارج الابلكيشن بتاعي. خلاص انا عملت سيت اب وده فايل خارج الباكج واستريت الباكج بقى خلاص عامه ومسطوره عندي على الجهاز بقى جنرال موجوده اي سيستم هعمله على الجهاز بقى متشافه الباكج بتاعتي بدون اي مشاكل كده الباكج يكون خلص.